بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إن شاء الله ربي يسهل لنا حتى شوية عن الموت والحياة وتمظهرهما في ملك الله الذي خلق الموت والحياة. ربما سبق كلمة الموت لأن أغلب الأحيان تقلق الصقلية، كيفاش مش خاصة اليهود هذيا والكرب غرورهم وصلهم، لماذا نتمناه ولماذا مش موت؟ لأنهم في غطرسة وفي غرور وملك غرور، ولما جروا في الحرام غارقين ما يحبوش يخرجوا من هذا البلاء اللي هم يعتبروه بلاء، بيعتبروه جزاء لهم لأنهم هم الأسياد وهم العلماء وهم اللي ينطقوا بتشريع الذي يوحيه لهم إبليس على لعنة الله على الظالمين.